قررت وزارة التربية والتعليم للسادة المعلمين والطلاب اليوم الاثنين 6/6/2022، ما تنساش اللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. رئيس المركز القومي للامتحانات، أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام تأتي في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الأسئلة التي لا تتجاوز نسبتها 20 أو 25 تكون موجهة للطالب المتميز الذي بذل جهدا في المذاكرة خلال العام الدراسي، مؤكدا أن الامتحان بالغ الصعوبة والامتحان السهل للغاية لا يميز بين الطلاب. يعني كده الكلام واضح يا جماعة بالنسبة للامتحانات الثانوية العامة اللي هي شغلة الطلاب. نتيجة الإعدادية، محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.18%، طبعا نسبة كويسة بالنسبة للإسماعيلية. ألف مبروك، وهنتابع إن شاء الله مع بعض التنسيق كمان أول بأول. كمان محافظة جنة، المحافظة اعتمد النتيجة بنسبة نجاح 73.6%، برضو النتيجة كويسة، وكمان في الدور الثاني بترتفع النتيجة أكتر زي ما أنتم متعودين. كل سنة إحنا بنتابع التنسيق أول بأول، بنتابع النتائج اللي بتظهر برضو أول بأول. وضح وزير التربية والتعليم بالنسبة لنتيجة أولى وثانية ثانوي، نتيجة أولى وثانية ثانوي الوزير قال حتى الآن لم تعلن أي نتائج على مستوى الجمهورية، وقال إن التعطيل هو عملية جمع الدرجات، ودي كل مدرسة هتكون مسؤولة عن الموضوع ده. يعني ما فيش يا جماعة نتائج، وكل اللينكات اللي ظاهرة على الفيسبوك لينكات غير صحيحة. ووضح إن وزير التربية والتعليم بعد ظهور النتيجة هيكون في لمدة أسبوعين نظام التظلمات زي ما حصل في امتحانات الدور الأول بالظبط اللي هي امتحانات الترم الأول. بالنسبة للسادة المدرسين قال حتى الآن لم تعلن أي تفاصيل بالنسبة لمسابقة 150,000 معلم، وقال النتائج دي إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة هنعلن على كافة التفاصيل. شكرا لحضرتك.